كانت توجه اخوان او لا اخوان، وبالتالي ما كانش ممكن حد يقسم معاهم تاني، فبالتالي ده مش هيبقى موجود، وبالتالي اعتقد هيبقى الفتره اللي جايه ديت للافضل والاحسن، وبالتالي هتبقى العمليه افضل بكتير ان شاء الله. كان في اسم من المرشحين كان نقيب الدكتور عمرو عزت سلامه، لكنه انسحب من السباق وقال انه ده لصالح منافس حضرتك المهندس طارق النبراوي. لا لا، هو ما قالش خالص ان هو لصالح حد، هو الراجل تنازل وده، لكن ما قالش لصالح حد. لا لا لا، ومحدش هيقول ان هي انا دي بتنازل. لا، محدش هيقول بتنازل لصالح حد. وبعد ايه يعني بتنازل لصالح حد؟ انا ممكن اتنازل عن حاجه انا املكها، بتنازل عن الالم بتاع الحد، لكن انا هقول ان انا بتنازل عن اصوات المهندسين للشخص الفلاني؟ ده طبعا شيء مش طبيعي. والدكتور عمرو عز السلام مش هو الشخص اللي يعمل ده. انا عايزك تربع بين اللي يقول كده. لا لا لا، دكتور عمرو عز السلام اكبر من هذا بكثير يعني. قد تكون الموضوع له حسابات تانية، لكن يسأل عليها الدكتور عمرو عز السلامة هو بشخصه أو بالمجموعة اللي كانت معاه. لكن تنازله لحد، ما فيش حاجة اسمها حد بيتنازل لحد. حد بيقول بس أنا بتنازل عن أو إن أنا بنسحب من السباق أو من الانتخابات، لكن ما فيش تنازل لحد لحد. طب هل ده لأن عدد من أعضاء قائمته دخلوا مع قائمة الدكتور طارق النبراوي؟ هو حد من جامعة هو 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 مع احترامي لكل الزملاء، طبعا هم زملاء محترمين واحنا أصدقاء على فكرة جميعهم، جميع سواء اللي كانوا في دول أو دول. لكن هو ما راحش للمجموعه، ما راحتش للمهندس طارق النبراوي، عشان كده الدكتور عمرو عز السلامه مشي. لا، ده الدكتور عمرو عز السلامه مشي وبداوا هم يتحدوا مع بعض يعملوا قائمه، ما اعرفش هيسموها قائمه ايه لسه لحد دلوقتي. انت قائمه حضرتك اسمها ايه؟ هي قائمه الدكتور مصطفى وزيد والناس اللي معايا اسمهم يعني، مش مسمين الاستقلال. لا 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 لا. طب هل في تدخلات بقى للاحزاب؟ يعني في الاحزاب كتيره موجوده على الساحه، موجوده في انتخابات النقابه؟ بالتاكيد، انا ظهر طبعا الحاجات دي في الفترات اللي فاتت، بعض الاحزاب بتدعم بعض الزملاء المرشحين، وده شيء انا عن نفسي كشخص، حتى لو انا مش مرشح، مفروض ان احنا نبعد او ننأى بالنقابة عن اي تكتل سياسي او حزبي او طائفي او اي شيء. وبالتالي الموجود دلوقتي وفعلا ده ظاهر، وان في بعض الاحزاب بتتحرك، وده شيء انا اعتقد هيكون له تأثير سلبي على الزميل المرشح او الزميل المرشح اللي بيتحرك مع احزاب. يعني لو قلنا ان حزب النور متقدم بالفعل بعدد من المرشحين في نقابة المهندسين املا في انه يرث الاخوان، ده مش هيبقى لصالحهم؟ هو حزب النور برضو عشان اقول لحضرتك هم داخلين ببعض الناس، لان برضو بقايمة. لا 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 خالص، لا لا ما فيش حد. هي قد تكون القوائم اللي موجوده زي ما بقول لحضرتك دلوقتي، قائمه اللي هي بتتحد دلوقتي اللي هي كانت قائمه الاستقلال وقائمه مصر المستقبل بيعملوا ميكس ما بينهم وما بين بعض. ويمكن زي ما بقول لحضرتك طبعا ده له مردود، وانا في تصوري يعني ما كنتش يعني كنت اتمنى ان العمليه التنميه زي ما هي ماشيه، ان في ناس من القائمه دي والناس من القائمه ديت لابد هيبقى في استغناء عنهم، وبالتالي اعتقد في تصوري هيبقوا ضد القائمه دي ضد القائمه دي او ضد القائمه اللي هتتكون يعني. وبالتالي كنت اتمنى ان كل قائمه تكون قائمه بذاتها، ما يبقاش وخصوصا ان هم كانوا كفكر وكتفكير او كتوجهات كانوا مختلفين تماما مع بعض، وبالتالي هم اتحدوا دلوقتي ما يعني ما اعرفش لحد دلوقتي هم قالوا ان احنا بنتحد مع بعض. لا اخفى عليك سرا يعني بامانه، وده شيء يعني اللي يمكن اقوله للجميع، ان كان الاتفاق ان احنا مثلا تسيب لي هم مع بعض، ان انت تسيب لي نقابه الجيزه مثلا وانا اسيب لك نقابه القاهره. التنازلات كانت لحد يوم الخميس الساعه 12 الظهر. الخميس اللي فات. الخميس اللي فات. ما اعرفش ليه مدت للساعه 3، ومن بعد الساعه 3 اتمدت للساعه 8، والاغرب من كده ان دكتور عمرو عزت سلامه المحامي بتاعه يروح يتنازل حوالي الساعة 5. طب كانت التنازلات لحد الساعة 12 اتمدت ليه؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ان لما حتى جم يتنازلوا بقى هم اتفقوا ان مصر المستقبل مثلا هتتنازل عن نقابة الجيزة وتسيبها للاستقلال، والاستقلال يسيب القاهرة لمصر المستقبل. بتوع مصر المستقبل راح فعلا التزم بالاتفاق وراح تنازل يوم الخميس قبل قفل باب الترشيح، قبل قفل باب التنازلات. هم مدوا لحد الساعه 8 بقول لحضرتك يوم الخميس، وفجاه خلوها كمان لحد يوم السبت الساعه 8 اخر النهار. بتاع مصر المستقبل راح اكتشف ان بتوع الاستقلال ما تنازلوش، وباب التنازلات كان المفروض يتقفل الساعه 12 يوم الخميس. ده على طريقه معاويه بن ابي سفيان يعني. انا بقول لحضرتك ده اللي حاصل. وبالتالي احد الزملاء طلب ان هو قال لا، يبقى في حاجه مش طبيعيه، وانا عايز اسحب تنازلي.
وجاب محامي وانا لازم اسحب تنازله، وفعلا سحب تنازله. ما اعرفش هم هيتفقوا ازاي، ايا كان مش ده قضيتي وده مش ده موضوعي. انا داخل للمهندسين وبقول لهم ان انا داخل بقايمه وفيها ناس يعني ان شاء الله، هو طبعا كل المهندسين المترشحين ناس افاضل وناس محترمين، وانا يمكن زي ما بقول لحضرتك لحد دلوقتي منتظر ان احنا نعلن القايمه بتاعتنا، ولسه ما زال زي ما بقول اي حد شايف في نفسه الكفاءه وعايز فعلا يخدم للنقابه مش لشخص، انا مستعد ان انا اتعاون معاه. الاغلبيه في المرشحين في سواء في الادويه او الشعب او النقيب كلهم من التيار المدني؟ يعني ممكن نقول حضرتك 85% من التيار المدني. يعني ده اللي بيخلي حضرتك تقطع ان لا عوده للاخوان. لا لا ان شاء الله ما فيش عوده للاخوان خالص، وزي ما بقول لحضرتك ولا حتى لاي تكتل هيبقى له سيطره في النقابه بعد كده، ده مش هيبقى موجود خالص. طب دي انتخابات نقدر نقول عليها انها لاول مره بتجرى انتخابات بلا تدخل حكومي على الاطلاق؟ ما هو تدخل حكومي ده احنا لسه قدامنا 3 أسابيع، فيعني يمكن نخلينا شويه يعني ما نقدرش نحكم من دلوقتي، ولكن اللي انا اضمنه فعلا ان السيد وزير الري وهو يعني كان اللي هو يملك اللي هو طبقا للقانون هو اللي بيشرف على نقابه المهندسين، صدقني بامانه هذا الرجل على مسافه متساويه من جميع المرشحين، ويتمنى ان النقابه لان هو راجل كشخص هو نفسه عضو في نقابه المهندسين. السيد رئيس الوزراء ده مهندس برضه، وبالتالي اعتقد هو يتمنى ان النقابه يتعمل فيها انتخابات حره وتاتي بمن تاتي، لان كل الموجود دلوقتي في مصر نفسه ان الانتخابات او نفسه اي مكان ياتي فيه الاصلح، وخصوصا انها تبقى انتخابات واللي الصندوق يجيبه، وما دامت بعيد عن اي تكتلات او اي احزاب او اي طوائف اعتقد هتبقى مرضيه لجميع الناس. المقيدين اللي المفروض يطلب اصواتهم في الانتخابات القادمه عددهم قد ايه؟ عدد المهندسين الموجودين ما يقرب من 570 الف مهندس، وعايز اقول لحضرتك ان دي اكبر نسبه او اكبر عدد مهندسين في نقابه على مستوى العالم، احنا اكبر من 570 الف مهندس. الف مهندس ده انتوا كده اكثر من دوله قطر، سكان دوله قطر كلهم. احنا اكثر من كتير يعني، انا زي ما بقول لحضرتك وده الشيء اللي انا يعني يمكن في في في, في يعني في توجهي للنقابه، ان ال 570 الف مهندس عندنا اكبر عدد من المهندسين على مستوى مصر او مستوى العالم، ومع هذا عندنا مشاكل في مرور، عندنا مشاكل في كهرباء، عندنا مشاكل في حاجات كتيره جدا. مفروض طبقا للقانون، القانون على فكره القانون 66/74 اللي هو قانون النقابه، اول ماده فيه ان النقابه ديت هي الجهه الاستشاريه لدوله لجمهوريه مصر العربيه. مفروض عمرنا ما شفنا اي منشاه ده انا بقول لحضرتك ادي القانون اهوت، القانون 74 القانون 66/74 اول ماده فيه حضرتك بتقول تنشا نقابه تسمى نقابه المهندسين وتكون لها شخصيه اعتباريه وتعتبر الهيئه الممثله للمهندسين المتمتعين وتعتبر هيئه استشاريه للدوله في مجال تخصصها، ويكون مقرها الرئيسي بالقاهره ولها فروع بالمحافظات طبقا لاحكام القانون. اول ماده في القانون 66/74 ده ما حصلش، وبالتالي ما حصلش طبعا، وبالتالي زي ما بقول لحضرتك سقوط نقابه المهندسين هو سقوط لمصر، لان مشاكل اسكان، مشاكل كهرباء، كل مشاكل طرق، مشاكل مرور جوه المحافظات، انا عندي نقابات فرعيه في كل محافظه، ليه ما يبقاش لها دور اقليمي في نفس المحافظه تحل المشاكل الموجوده فيها؟ ده اللي انا ابغيه، ده اللي انا ابغيه، ان انا عندي ناس كتير جدا نفسها تخدم، وعندي ناس يعني يعتبروا من افاضل المهندسين على مستوى مصر. انا عايز اقول لحضرتك البرج اللي في مكه والتوسعات اللي في مكه بيشرف عليها مهندسين مصريين، اشمعنى هناك هم بيحلوا مشاكل البرج بتاع الساعه الكبير اللي موجود اللي هو اكبر ساعه ولا اعلى ساعه على مستوى اللي عاملها 7 مهندسين مصريين، اللي معموله فين؟ اللي معموله في مكه. تعالى حضرتك المهندسين لما جت مصر عايزه تحارب في حرب سبعه في حرب 73، روسيا قالت لهم لازم تضربوا خط بارليف بقنبله ولا يمكن ان كنت تعبروا الخط بكده، عبروا بالميه. احد المهندسين المصريين فكر ان دي الخط بارليف عباره عن كتل رمليه، ان بترمبات او مضخات بضغط مرتفع اقدر افتح مداخل او طرق جوه الخط بارليف، وقد كان بالميه مش بالقنابل وعبرنا خط بارليف. اللي انا اقصده احنا عندنا مهندسين وعندنا ناس اكفاء وبينجحوا جدا بره، نديهم بس الفرصه. طب هل على مدى الفتره اللي فاتت واللي كان فيها ازمات في نقابه المهندسين نقدر نقول الوطن هو اللي خسر؟ طبعا بالتاكيد. مش انا بقول لحضرتك، انا في كمصطفى ابو زيد متخيل ان سقوط نقابه المهندسين هو شيء لاسقاط مصر، وتبقى مصر غلقانه في مشاكلها الداخليه وما تفكرش في اي بعد خارجي او بعد
وطني او بعد دولي او بعد اقليمي او بعد جوار او اي شيء. مصر دي كانت بتقود الدنيا كلها. وبالتالي سقوط نقابه المهندسين، انا بقول لحضرتك احنا عندنا علماء، عندنا ناس يعني صدقني انا بقول لحضرتك يعملوا المستحيل. انا عايز اقول لحضرتك احنا عندنا مهندسين ما زالوا طلبه في كليه هندسه من حلوان، عملوا اختراع بتاع العداد الالكتروني لمراقبه الكهرباء والحاجات زي كده، وخدوا المركز الرابع على مستوى العالم. وهم طلبه. طلبه نديهم بس الفرصه. ليه المصريين لما بيطلعوا بره عشان بيتوفر لهم الظروف وبيتوفر لهم الامكانيات بيبدعوا جدا وبيطلعوا احسن حاجه؟ ليه مجدي يعقوب طلع؟ ليه احمد زويل طلع ليه بره؟ طب انت تقدر حضرتك كنقيب ان شاء الله في حاله نجاح حضرتك، تقدر تعمل ايه بالمهندسين دول لمصر؟ انا بقول لحضرتك احنا عندنا ناس كتير جدا منهم سواء اللي هم الكبار في السن او الشباب او الناس المتوسط العمر لديهم خبرات كويسة جدا في حاجات كتير. انا عايز اخلي النقابة دي هي جهة استشارية لمصر، ان انا اخليها اي مشكلة موجودة تعرض على مجلس النقابة وفيها زي ما بقول لحضرتك كده 570 الف مهندس يقدروا يحلوا المشاكل دي، ونطلع بتوصيات للدولة ادي المشاكل بتاعتكم وادي الحلول بتاعتها. ده في حل لمشكله المرور للاسكان لكل ده لكل ده، واللي زي ما بقول لحضرتك بطرق بطرق يعني مبسطه، لان هو ده المهندس. المهندس انه يحل المشكله باسهل طريق باقل تكلفه، وهي دي الهندسه. فانا زي ما بقول لحضرتك كده نفسي نعود بده، ونعود للنقابه تاخد دورها تاني وتبقى زي جميع النقابات. اشمعنى نقابه المهندسين هي المستهدفه كل مره؟ ليه هي اللي بتوقف حالها؟ تقعد تحت الحراسه اكتر من 20 سنه. 17 سنه وبعد كده المجلس سنتين وشويه، فيعني بقى لنا 20 سنه. وعشان كده زي ما بقول لحضرتك في اجيال كتيره جدا من المهندسين لم يمارسوا عمل نقابي، لم يمارسوا شيء، لان هم 20 سنه ما فيش نقابه وما فيش انتخابات نقابه وما فيش حاجه. المهندسين طالبين ايه من حضرتك كمرشح لمنصب النقيب؟ والله المهندسين زي ما بقول لحضرتك طبعا في الشباب، وده بقى يعني بأمانة أنا بفتخر بيهم وعلى مستوى مصر، حتى في ثورة 25 يناير أو في 30 يونيو عندهم طاقة كبيرة جدا وعندهم حاجات كتير وعندهم مشاكل كتير برضو. يعني أنا أقول لحضرتك نقابة المهندسين لما تركت أصبح المفروض المجلس الأعلى للجامعات عدد المهندسين اللي بيتخرجوا سنويا يكونوا مطابقين لاحتياجات السوق. ده ما حصلش، وتوسعت المعاهد الخاصة أو الكليات الخاصة في تخريج مهندسين. بتخرج عندنا ما يقرب من 21 ألف مهندس في السنة. عايز أقول لحضرتك احتياجات السوق ما يقرب من 4000، وبالتالي عندي حوالي 17 ألف مهندس بيطلعوا ما لهمش وظيفة تعمل. طب دول هتعمل لهم إيه فهم؟ دول هنعمل لهم إيه؟ أولا هم متخرجين ما هماش مؤهلين للسوق، فأنا عامل في البرنامج بتاعي إزاي المهندسين دول نتبناهم وخلي في احتياجات لمثلا لمهندس بتاع طرق، في لمهندس كذا، لمهندس كذا، احنا هنأهلهم وهنخليهم يبقوا متطلبات السوق ايه، انا هطلع لك المهندس اللي انت عايزه، مش بس في مصر، على مستوى الدول العربية، وخصوصا ان مصر هي المؤسسة لاتحاد المهندسين العرب. وبالتالي انا ممكن اعرف الدول الخارجية عايزة ايه، واطلع المهندسين دول بالطريقة دي. الحاجة الأكتر وده يعني على المدى البعيد، ان انا عدد المهندسين الناس الموجوده في المعاهد دلوقتي الخاصه او في الكليات هيستمروا لحد ما يتخرجوا، لكن الدفعات اللي هتخش جديده احددها طبقا للاحتياجات السوق. حضرتك هتتدخل كنقابه؟ ما ده قانون النقابه بيقول كده. قانون النقابه حضرتك بيقول ان النقابه دي لها 9 نقاط، 9 اهداف، 9 حاجات مفروض ان النقابه ومجلس النقابه تعملها. انا بقول لاي زميل لو ارى قانون النقابه في اللي الناس المهندسين كلهم محتاجينه. أول حاجة هي في المادة 2، يعني المادة الأولانية قالت النقابة تنشأ وهي هيئة استشارية لمصر. تاني حاجة تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية. أول حاجة الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين. فين النقابة دلوقتي من المواد اللي بتدرس اللي هي عفى عليها الزمن؟ يعني مستوى المواد اللي بتدرس في الجامعات أقل مما تطور بكتير جدا، وخصوصا إن أنا بقول لحضرتك أنا دلوقتي أنا يعني الناس دلوقتي بيدرسوا إن هم يطلعوا الفضاء، بيطلعوا مش عارف إيه، إحنا ما عندناش يعني مش ده اللي احنا بنفكر فيه. العلم نفسه لابد ان يتطور. انت معايا حضرتك ازاي؟ الحاجة التانية اغفلنا تماما الجانب التطبيقي او الجانب العملي للمهندسين، لا بيطلع يتدرب في مصنع. انا اتذكر وانا في كلية هندسة كنت بروح اتدرب في مصنع نسيج، بتدرب في مصنع مش عارف، حاجات كانت بتخلي المهندس وانا لسه طالب احس بالموضوع. لكن الدراسة النظرية دي عمرها ما طلعت حد. دلوقتي ما عادش فيه ده. ما فيش ده خالص. لان الاعداد كبيرة ومحدش عاد مهتم بده.
المادة الثانية تعبئة قوة أعداء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق أهداف الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة النقابة دي. مفروض زي ما بقول لحضرتك كده هي اللي تدرس أي مشكلة أو أي شيء على مستوى الجمهورية. نمرة 3 تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة والعمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحي الهندسية والاجتماعية. 4 إسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الصناعية والهندسية. طيب من النواحي الاجتماعية، هل المهندسين الشباب لهم طلبات عند حضرتك؟ عايزين شقق مثلا، عندهم أزمة إسكان، عايزين تسهيلات في بالنسبة للمواصلات. يعني أنا أقول لك بنلمسها في بعض النقابات المهنية كتير جدا. يعني أنا زي ما بقول لحضرتك، أنا البرنامج بتاعي ويمكن أنا مشرك يعني اشترك فيه كتير جدا من الزملاء، ما هوش برنامجي أنا كشخص، لا برنامج مجموعة معايا، وفي ناس منهم ما هماش مرشحين، ومنهم زي ما بقول لحضرتك كتير جدا من الشباب. الشباب مطالبه تتوفر يعني تتلخص في الآتي. نمرة 1 ان هو عايز وظيفة للناس الكتير جدا منهم مش متوظفين. نمرة 2 توفير سكن. نمرة 3 السكن، طبعا بالنسبة للسكن تكون حاجة تناسب مهندس لسه متخرج او مهندس حديث او واحد شاب، ما تبقاش زي المساكن اللي بتتباع ب 600,000 و700,000 والحاجات دي. تكافل للمهندسين، رعاية صحية. احنا عندنا مشروع رعاية صحية مش عايز اقول لحضرتك يعني لا يليق ب 570,000. انت اظن النقابه الوحيده اللي كان عندها بنك المهندس. كان عندنا بنك المهندس، وعندنا شركات تبع اللي عندنا مكرونه المهندس، وعندنا مشروعات كتيره جدا، ومع الاسف في فتره من الفترات كل ده شبه انه يعني يمكن يتوقف او توقف فعلا ولا مازال متوقف. في حاجات كتير جدا متوقفه. الاكثر من كده ان احنا عندنا مفروض موارد النقابه، ده احنا يعني النقابة الوحيدة اللي مفروض منصوص لها في القانون على موارد. صحيح الموارد كانت حاجات القانون طلع سنة 74، لكن هو كان الدراسات بتاعته في الستينات او حاجة زي كده، على ان انا في موارد للنقابة على كل شكارة اسمنت اخد مليم. كان طبعا المليم ساعتها كان طن الاسمنت ب 17 جنيه، دلوقتي وصل ل 400 ولا 450، يعني دلوقتي المفروض يبقى جنيه مثلا. فحتى هم ساعة ما كانوا بيحطوا القانون ما حطوش نسبة، لو كانوا حطوا نسبة كانت الشكارة ب 10 جنيه هيبقى بنسبة، لو ب 20 هيرتفع معاه. مش عارف كل طن حديد يتاخد عليه 10 مليون اللي هو قرش ساغ، على كل الحاجات دي في القانون النقابة. وعشان كده أول حاجة في البرنامج بتاعي تعديل قانون النقابة ليتواءم مع الظروف الموجودة ويتواءم مع طموحات المهندسين، وبالتالي اقدر اغير فيه حاجات كتيره جدا وابدا اشتغل فيها. طبعا قانون النقابه عشان يتغير لازم يتعرض على مجلس النواب، واحنا ما فيش مجلس نواب دلوقتي، فاتمنى هيبقى عايز وقت، هيبقى واخد وقت شويه. لكن ده اساسي ان تغيير قانون النقابه. زي ما بقول لحضرتك برضو للمهندسين الشباب، كان زمان كان في النقابه في القرض الحسن للزواج، كان في قرض حسن لحد بيعمل مشروعات الصغيرة، ان انا اعمل للمهندسين لو قرض حسن يعملوا مشروعات، لو 5 مهندسين مع بعض يعملوا مشروع صغير. افكار كتيرة جدا، بس الفكرة زي ما بقول لحضرتك كده يكون فعلا حد مستهدف انه جاي يخدم المهندسين. ويمكن في احد اللقاءات مع الزملاء المهندسين بقول لهم انا مش عارف ليه الصراع على النقابة، رغم ان انا متخيل انها عمل تطوعي، يعني مش محتاج منها حاجة، مش منتظر منها حاجة. الناس بتصارع عليها، مش منتظر منها حاجة. ما انا بقول لهم اكيد في حاجة انا ما اعرفهاش، اكيد في حاجه، لان في عليها صراع وعليها خناق. وعشان كده قلت لهم في وقتها ان انا لن اتحصل على قرش ساغ من النقابه طوال ما انا لو وفقت ان انا نقيب مهندسين. مش عايز منها حاجه، انا جاي عايز اخدم الناس واخدم المهندسين. وعشان كده برضو في النقابه موجود العديد من اللجان، لجنه، في لجنه للطرق، في لجنه للاسكان، في لجنه لكذا. اي حد عنده النية انه فعلا عايز يخدم يجي يتفضل، واللجان ديت بتشكل واي حد بيشترك فيها. دكتور مصطفى، انت حقيقة كنت مرشح لمنصب وزير كهرباء باعتبار ان تخصص حضرتك اظن كهرباء، دي معلوماتنا. هم قالوا وزير كهرباء مرة وقالوا وزير ري مرة، بس الحمد لله انا لا جات لي دي ولا دي في الفترة دي. يعني حضرتك يهمك تبقى نقيب المهندسين اكتر. طبعا بالتاكيد، لان دي حاجه بالانتخاب وبالاختيار. فطبعا لما ابقى مختار من جموع المهندسين او من اغلبيه المهندسين ده شيء شرف ووسام ان انا احطه على هل طبعا. اللحظه دي مناسبه ان يتولى منصب وزير الكهرباء رجل اعمال او مهندس ورجل اعمال؟ والله ما انا مش عايز نقول ان رجل اعمال يبقى، ما هو دي ده شخص في موجود في مصر، بس لو عنده فكر وعنده يعني اكيد المهندس ابراهيم محلب، وده من الحاجات المميزه ان هو كمهندس اكيد لقى عند الدكتور محمد شاكر طبعا
رؤى او افكار لحل مشكله الكهرباء، وخصوصا هو اتغير اسم الوزاره كمان من الكهرباء والطاقه الجديده المتجدده. آه. لان ده في الحقيقه شيء لابد ان احنا في مصر نعتمد عليه، وخصوصا ان احنا برضو حاجه غريبه جدا، اعلى اشعاع شمسي على مستوى العالم في مصر، واحنا اقل ناس بتستخدم الطاقه الشمسيه او بتستخدم طاقه الرياح، رغم ان احنا عندنا طاقه الرياح برضو على في الزعفرانه وفي منطقه البحر دي شغاله شويه بس مش هي بالقدر، يعني بالقدر اللي هو المطلوب ده. انا اتذكر من فترات كان الاتحاد الاوروبي عامل انه هيعمل مزارع شمسيه او يعني تجمعات لتوليد الطاقه الشمسيه في مصر وفي جنوب ليبيا، ويصدروا الطاقه الشمسيه ديت او الانتاج بتاعها لدول اوروبا وحاجات زي كده، وكان ده مشاريع موجوده. بس مع الاسف يعني رغم ان ده كان هيبقى شيء كويس جدا ان احنا بنولد طاقه ونصدرها للدول ونحل مشكله الطاقه اللي موجوده عندنا في مصر، اللي انا زي ما بقول لحضرتك شايف ان فيها حلول كتير جدا. احنا بنصرف كتير قوي في استهلاك الكهرباء. دكتور يعني حضرتك مثلا من موقعك كنقيب للمهندسين في حاله توفيق حضرتك ونجاحك، تستطيع انك تشارك في حل حاجه زي كده، ازمه زي دي؟ انا بقول لحضرتك ده دوري اللي انا عايز اعمله، ده الدور اللي انا عايز اعمله، ان انا مشاكل الدوله أقدمها للدوله محلوله بحلول عمليه وبدراسات موجوده للتطبيق، ما عليها ان هم يطبقوا حتى يطبقوا، وكمان النقابه نفسها هتشرف عليها. يعني هيبقى لكم دور مثلا فيما يتعلق مساله سد النهضه مثلا او السدود موجوده؟ انا بقول لحضرتك اي مشكله موجوده في مصر مفروض حلها حل هندسي، مفروض ان احنا نرجع للمهندسين، مفروض النقابه يكون لها دور فيها. ده دور النقابه بالقانون. طب صوره الكهرباء بقى في مصر في ضوء الوضع الحالي، وحضرتك اكيد عارف الملف ده كويس، ده ملفك. تمام. احنا في وضع بالنسبه للكهرباء وضع شكلنا ايه؟ والله انا بقول لحضرتك هي اولا عايز توعيه. احنا كنا مبذرين جدا في استخدام الكهرباء وما زلنا مبذرين. كل دول العالم بتعمل انارات الشوارع على بعد 40 متر ما بين العمود والعمود، احنا بنعمل على 20 او 25 متر. احنا عندنا فتره اللي هي اقصى حمل اللي هو بيوصل حوالي 25 جيجا في الفتره من الساعه 6 للساعه 10. من 6 ل 10 مساء. من 6 ل 10 مساء. عايز الناس في الفتره دي يبقى الناس عندها فكر ان انا لو عندي، مش لازم الواحد يكون بيكوي في الوقت ده، مش لازم يكون الواحد مشغل ثلاجات في الوقت، من 6 ل 10 في الفتره دي. انارات الشوارع، المصانع ليه ما يغيروش الورديات بتاعتهم لفتره الذروه دي ما تبقاش موجوده؟ التوسع في الربط الكهربي مع الدول الاجنبيه، مع الدول العربيه، لان الربط الكهربي ده هو وقت الذروه عنده يختلف عن وقت الذروه عندي، يعني مثلا الاردن انا ما بيني وما بين وقت الذروه بتاعه حوالي ساعتين. انا هدي له كهرباء في الفتره اللي انا مش محتاجها، وهو هيديني كهرباء في الفتره اللي انا محتاجها. حاجات كتيره جدا، التوسع في استخدام الطاقه الشمسيه. اطلاق للناس العنان للناس المستثمرين ان هم توليد الكهرباء للاستخدام لنفسه للمصانع، وفي نفس الوقت اللي هو مش عايز يستخدم فيه يبقى مربوط بالشبكه يورد لي، واجي في الاول وفي الاخر اخد مقصه ما بين اللي هو ولده وخدته انا كشبكه. شبكه قوميه، واللي هو بياخده مني. وكمان في الدول اللي بره التوسع في موضوع السخانات الشمسيه، اوروبا بيستخدموا السخانات الشمسيه وهم ما عندهمش طاقه شمسيه زي عندنا. انا عايز اقول لحضرتك احنا سنة 95 كان عندنا على مستوى مصر 65,000 تكييف، دلوقتي عندنا 6.5 مليون. عايزين طاقة بإيه دول؟ يعني الوضع صعب. مش صعب، الحلول موجودة. انا اقسم بالله من 2009 انا جميع اللمبات اللي عندي في بيتي مركبها لمبات موفرة للطاقة، اللي هي البيضة دي. ليه مش كل الناس تعمل ده؟ تسعيرة الكهرباء، ليه انا ادعم الراجل اللي بيستهلك الاف من الكيلوهات زي اللي بياخد 200 ولا 300 كيلو؟ يعني احنا كل حلول مشاكلنا موجوده. موجوده والله. حلول مشاكل نقابه المهندسين موجوده. موجوده ان شاء الله، طب يعني انا برضو اخر جمله هاخدها من حياتك بالنسبه لنقابه المهندسين، ايه اللي تقدر تقوله للمهندسين في اللحظه دي؟ انا بقول لهم الكره في ملعبكم، اختاروا الاصلح، اختاروا الاحسن، لان ما نرجعش تاني نعود ونقول النقابه ما بتعملش، النقابه لا، هي المشكلة الكبرى لجنة تسيير النقابة بتقلل وبتقلص من عدد لجان اللي فيها الاقتراع، وده شيء مش طبيعي. يعني حتى المجلس السابق او لجنة التسيير السابقة لما كانت عاملة 67 مقر انتخاب، دلوقتي هم عايزين يعملوا 34 لمصلحة مين؟ حضرتك الوادي الجديد مقر انتخابي في الخارجة يبعد عن الدخلة 210 كيلو، مين اللي هيجي من الدخلة عشان يدي صوته انتخابي في الخارجة؟
مين اللي هيجي من الفرافره على بعد 500 كيلو من الفرافره عشان يدي صوته في 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 الخارجه؟ ليه؟ لمصلحه مين؟ ويقول انا هنقل الناس، تنقل مين؟ مين المهندس اللي هيقعد 3 ساعات رايح و3 ساعات جاي ويروح يقف في طابور ساعتين ثلاثه يقعد له 6 ساعات؟ طب المهندسات هيطلعوا يدوا اصواتهم ازاي؟ انا كنت متخيل اللجنه دي، وفي الفتره اللي احنا فيها دي كل مركز على مستوى المحافظات يبقى فيه مقر انتخابي، ما يقولش المدينه الام في المحافظه. انا بقول لحضرتك انا بستغرب، لمصلحه لمين؟ لمصلحه مين ان انا احرم مهندسين من يطلعوا يمارسوا حقهم الدستوري؟ ده عكس اتجاه الدوله دلوقتي، عكس اتجاه الدوله. يعني انا اقول لحضرتك القضاء في مجلس الدوله او في النيابه الاداريه او في كده بيقولوا لو عايزين تعملوا انتخاباتكم على مستوى القرى احنا مستعدين. يقولوا ان احنا بنوفر اصل عشان توفير. توفير لمين؟ الحاجة التانية عشان الجهات الأمنية، هو أنت الجهات الأمنية قالت لك أنا مش هأمن لك مقر انتخابات مهندسين؟ هو ما بيشتغلش هو جهات لا لا لا، هو بيفترض أمور وبيشتغل عليها. بيفترض أمور في دماغه تاني حاجة أنت بتوفر لمين؟ المجلس اللجنة التسيير اللي كانت قبل كده 67 مقر انتخابي، أنت عملتهم 34 وعملتهم على يومين، يعني المصاريف هي هي. ويقول هجيب عربيات وهجيب أتوبيسات تنقل الناس من مقر في كومومبو مثلا، كومومبو كان فيها مقر انتخاب المره اللي فاتت، يقول له لا انت يا تروح اسوان يا تروح ادفو. اي منطق ده؟ اي منطق لمين؟ لمصلحه مين؟ هو في حد؟ انت حضرتك ما اعترضتش عليه؟ اعترضنا عليه والناس اعترضوا عليه واللجان هناك اعترضوا عليه وما تزعلش بينا حضرتك. ما حدش بيصرف حاجه من جيبه، ده النقابه هي اللي بتصرف. موارد كتير. انتوا خايفين، انتوا خايفين على ايه؟ خايفين على ايه؟ انتوا خايفين على مين؟ بتوفروا له النقابه؟ مين قال لكم؟ مين اللي اداكم الدور ان كنتوا تقولوا ان انا اوفر للنقابه؟ بتمنعوا الناس من طروحهم من الانتخابات ليه؟ لمصلحة مين؟ شيء صدقني ما بيقبلوش طعون في الحاجات دي؟ ما هو أنا كل ما أخشى إن في ناس بيقولوا إن هم يرفعوا قضايا أمام القضاء الإداري، وأعتقد حتى في أسوان عملوا حاجة زي كده وبيقولوا الجلسة يوم 27 لوقف الانتخابات لعدم نشر أو لمنع يعني لتقليل عدد المقار الانتخابية. أنا كنت أتمنى زي ما بقول لحضرتك في كل مركز يبقى في مقر انتخابي عشان ادي الناس، ويبقى في يوم واحد مش لازم في يومين. مين قال ان هي لازم تكون في يومين؟ فانا بقول لحضرتك المجلس اللجنه اللي بتسير دلوقتي ما اعرفش الافكار جالهم منين. الناس بتوع زي ما بقول لحضرتك كده، الواحد في الفرافره هيجي الخارجه ازاي؟ حوالي 400 500 كيلو، لا يمكن هيطلع. لكن نتمنى ان الانتخابات تجرى في موعدها ان شاء الله. اتمنى طبعا. ولا انا حضرتك متفائل او متفائل؟ طبعا انا بقول لحضرتك بامانه اللي انا بشوفه في المواقع لما بروح اقابل ناس من المهندسين، هم فعلا المره دي وعوا الدرس كويس جدا، ولن يكون هناك زي ما بقول كده توجهات لاسماء او لحاجه، لا مين اللي هم هيشوفوه قادر على الانتخاب. وده الحاجه الكويسه قوي، دور الشباب والشباب الموجودين دلوقتي يعني متحملين، يعني متحمسين جدا. الاكتر من كده المهندسين اللي على المعاش، يعني انا كنت في لقاء معاهم اول امبارح من بعض منهم، فبيقولوا لي احنا عايزين نعرف انت عامل ايه المهندسين اللي في المعاش. طبعا يعني اقول لحضرتك اقل معاش على مستوى النقابات هو ان معاش المهندسين، المهندس 450 جنيه ولا وبعدين ايه؟ المهندس اللي عنده 80 سنه زي المهندس اللي عنده 60 سنه، هو ده المبلغ هو يعني، مش مثلا الراجل كبر في السن هيبقى له علاج. انت حضرتك تلك صعبه. لا ما هي الصعبه، ما دام النيه، ما دام النيه موجوده للخدمه صدقني حضرتك ربنا بيوفق، وده شيء انا 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 مطمن له تماما تماما. ربنا يوفقك دكتور مصطفى. ربنا يكرمك، الف شكر. بشكر حضرتك جدا دكتور مصطفى ابو زيد، مرشح نقيبا للمهندسين ومعركه الانتخابات لخط المهندسين. اتمنى ان تعود مستقره مره اخرى حتى يستفيد الوطن، لان زي ما قلنا في بدايه اللقاء كانت ميدان ضرب نار بين نظام المخلوع ونظام المعزول. نروح بقى علشان نتكلم ونسمع آرائكم في مسألة إزالة المخلفات